معلم كبير قلعة تبوك التاريخية، ومثل ما شفتوا قبل شوي الخزف اللي يوثق أعمال الترميم اللي حصلت على هذه القلعة. القلعة هذه طبعا أول ما انبنت في عهد السلطان سليمان القانوني أيام الدولة العثمانية قبل مئات السنين، وما كان هدفها عسكري أبدا، كان هدفها استقبال الحجاج اللي يجون من بلاد الشام في طريقهم إلى المدينة. تعالوا نستكشف القلعة. والله جميلة، مجملينها، حتى حاطين تاريخ لبناء القلعة متى كان، عام 1559. هذا على ما يبدو كانت صالة الاستقبال الأولى. القلعة ما هي يعني عدة أدوار موجودة، هي مجرد دورين، دور أرضي ودور علوي. الدور الأرضي هنا كان مخصوصة في هذه الساحة حتى يتم استقبال الحجاج ويرتاحون على ما يكملون رحلتهم مرة أخرى باتجاه المدينة اللي تبعد تقريبا 600 كيلو. هذه القلعة اللي كانت موجودة من العام 1559 واضح من تصميمها حتى ومن نوع المواد المستخدمة فيه زمان في ذاك العهد قبل مئات السنين. هذه كانت الطريقة المعمارية اللي كانت موجودة في تبوك. حتلاحظوا أنها كانت مختلفة عن نجد أو المناطق اللي كنا موجودين فيها. هنا الصخور موجودة بشكل أكثر وتكثر استخدامها طبعا في الشمال لأنها تمثل البيئة اللي جت منها. خلينا نطلع للدور الثاني، لأن الدور الثاني حسب ما عرفت موجودة في أكثر من غرفة لاستقبال الحجاج. تعالوا نشوف. الدور الثاني مثل ما ذكرنا هو اللي يكون موجود فيه الغرف المخصصة لاستقبال الحجاج حتى يرتاحون وينامون. طبعا عناء الرحلة زمان كان كلها على جمال، ممكن بعضهم يجي ممكن عن طريق القطار اللي حتشوفوها كمان في تبوك، لكن عناء السفر ما كان مثل اليوم. زمان فعلا الواحد كان يقدر يحس بعناء السفر، والمنظر هذا يأكد لك كيف كانت العيشة زمان أصعب بكثير من العيشة اللي احنا موجودين فيها اليوم. القلعة ما هي كبيرة طبعا بالحجم اللي انتم تتوقعونه، لأنه هي ما كانت مخصصة كقلعة للحماية أو قلعة للسكن بقدر ما كانت مجرد مركز نظافة لاستضافة الحجاج، لكن قلعة بهذا الحجم أكيد راح يستغلونها أيضا لأدوار اللي هي الأمن والحماية. الدور اللي موجود فوق هو اللي كان مركز للحرس حتى يتم الرقابة على حدود المدينة من قدوم أي عدو من الأعداء. ليش اختاروا هالموقع هذا؟ تعالوا نشوف فوق وحتعرفوا. الدور الثاني خصص لهم طبعا، هذه الغرفة كانت غرفة استراحة بالنسبة لهم، وأيضا الفتحات اللي موجودة على السور حتى يواجهون منها البنادق ويقاتلون أي عدو يحاول يعتدي. المنظر من هنا من فوق القلعة تعتبر نسبيا مرتفعة نوعا ما، وهالشيء تقدر تلاحظه من خلال أنها كاشفة المدينة واصلة إلى حد حدود الجبال اللي موجودة هناك، فمما يجعلها مركز مميز للمراقبة خوفا من اقتراب أي عدو، وفي نفس الوقت مكان مميز حتى تقدر تلاحظ قوافل الحجاج وهي جاية من بعيد حتى يهيئوا لهم الاستقبال. تبوك غنية بالتاريخ، وتبوك لها مكانة مهمة أيضاً عندنا في الإسلام، مثل هالقلعة اللي كانت مهيئة لاستقبال الحجيج، لكن أيضاً بجانبها في عين السكر اللي الرسول عليه الصلاة والسلام شرب من مويتها حينما كان يحاصر تبوك أيام غزوة تبوك. تعالوا نشوف. هذه قلعة تبوك التاريخية اللي كنا عندها، ومثل ما قلنا أنه جنبها تقع عين السكر اللي استقى منها الرسول عليه الصلاة والسلام. القصة طبعاً أنه في عام 9 للهجرة الرسول خرج مع فوج من المسلمين لحصار مدينة تبوك، وسقطت في النهاية وكانت آخر غزوات الرسول عليه الصلاة والسلام. لكن من تداعياتها الإمبراطورية الرومانية اللي كانت قريبة من هالمنطقة بدأ يساورها الشك والخوف من تمدد القوة الإسلامية كقوة عظمى في المنطقة، وكانت منها التداعيات أنه خرج 40,000 مقاتل روماني لمواجهة 30,000 مقاتل من المسلمين. انتهت المعركة بلا قتال. سبحان الله، 40,000 مقاتل روماني نزل فيهم الخوف وتشتتوا وعادوا إلى أماكنهم، وهالشيء حقق الغرض المرجو من هالمعركة، لأن وقتها أغلب المناطق اللي كانت موالية للإمبراطورية الرومانية من ضمن العرب مثل دومة الجندل أو مدينة إيلة الآن تسمى بالعقبة ضمت ولاءها وتبعيتها إلى الدولة الإسلامية، وحققت الهدف المرجو منها حتى على الرغم من أنها انتهت من دون قتال. هذه عين السكر الآن اللي استقى منها الرسول عليه الصلاة والسلام عام 9 للهجرة. طبعا لما كان في تبوك أيام الحصار والغزوة اللي كانت لتبوك نزل الرسول عليه الصلاة والسلام إلى هالبير، فجر ماها واستقى وشرب منها. اللي حصل طبعا أنه في عهد الخليفة عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان أول مشروع لإحاطة وتحويط هذه العين حتى الناس يستفيدون منها، لأن كانت الرمال تغطيها وتطمرها، فقرر الخليفة عمر بن الخطاب وأمر في أنه يتم طيها حتى لا تدفنها الرمال. لكن عين السكر سميت بهالاسم لأنها كانت مشهورة بنبات السكر اللي كان يحيط فيها، اللي طبعاً اليوم ما نقدر نشوفه، لكن كانت موجودة في ذلك الوقت. ومو بس عين السكر المعلم المميز اللي موجود فيها، أيضاً عين تبوك موجودة في الخلف، تعالوا نشوف. هذه هي عين تبوك. أشارت المصادر طبعاً أنه في بداية عهد المماليك لما أنشأوا العين هذه، كانت أشارت المصادر أنه في بركتين، البركة هذه والبركة الثانية اللي جنبها، طبعاً هذه البركة أكبر. فكان اهتمام العرب في موضوع مصادر المياه كان مهم جداً حتى تستمر الحياة، ومثل ما أنتم عارفين طبعاً المياه هي سر الحياة. العجيب في الموضوع يا جماعة أنه زمان كانت العالم تأخذ مويتها من عيون ومن برك ومن آبار موجودة، اليوم الموية تلقاها في البقالة وباردة ولا أحلى منها. سبحان الله كيف الحياة تطورت. طبعاً العيون كلها انشفت الآن، ما عاد فيها ماء، لكنها تبقى رمز تاريخي يأكد التراث والتاريخ الكبير اللي مرت فيه هذه المنطقة. ومنطقة تبوك والمربع هذا اللي احنا فيه ما هو بس قلعة تبوك ولا العيون اللي موجودة، أيضاً هنا يوجد مسجد التوبة، الموضع اللي صلى فيه الرسول عليه الصلاة والسلام أيام غزوة تبوك. تعالوا نشوف.